انا توني خلصت هاي الحلبة. ايه خلصت هاي الحلبة مال القتال. طبعا هاي الحلبة شنو سالفتها؟ طبعا اكو واحد عطاني فلوس وقال لي سوي هاي الحلبة، بس ما ادري شو وقت رح اخذ من عند الفلوس. اوكي يلا ماكو مشكلة. ها شنو؟ اوه ماي جاد شباب، شنو شوفوا شنو موجود. اكو هنا صناديق ام الدايموند. واو اعتقد هذا عمو صاحب الصناديق ابو الدايموند. هاي سلام عليكم عمو. عليكم السلام خالي، اهلا وسهلا، شلونك شلون الصحة؟ والله الحمد لله والشكر على كل حال. عمو بس اني شفت عندك هذول الصناديق مال الدايموند وهذول الصناديق مال الذهب، شنو سالفت من هنا؟ افتح الصندوق خالي حتى افهمك. افتح. طيب افتحه. هو شنو هذول؟ مثل ما جاي تشوف هنا عندك تي ان تي ابو اللافا، وهنا عندك تي ان تي ابو الماي. ايه طيب طيب عمو، حلو حلو حلو، تي ان تي ابو اللافا وتي ان تي ابو الماي، شنو الفائده مالتهن؟ طبعا حتى انت تقدر تطلع او حتى انت تقدر تصعد الى هاي هذول الصناديق مال الذهب، هذول الصناديق او هذول الصناديق مال الدايموند. لازم انت هسه اول مره تشتري هذول التي ان تيات مال اللافا او التي ان تيات مال الماي. اوكي شنو اشتري؟ ناني ما اشتري من عند ولا واحد شيء، خلاص راح اصعد بهذول الديرتايات. خالي والله ما راح يفتحن عندك الصناديق، والله ما يفتحن. اسكت اسكت، ما يفتحن. شنو ما يفتحن؟ مستحيل ما يفتحن. خلاص شباب راح نصعد لنا وناخذ لنا كل الشغلات اللي موجوده. يا ساتر، ناخذ لنا كل الشغلات اللي موجوده بهذول الصناديق. او ماي جاد، يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نصعد. اوكي وصلنا. اي وصلنا وصلنا، رحنا وصلنا رحنا وصلنا، ما باقي شيء ما باقي شيء. اوكي اوكي ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اوكي راح نفتح، راح اصير اغنيه. واو والله فتشي رهيب. اوكي اي 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 اي, أي. طحني طحني طحني. يا ساتر يا ساتر، يلا ماكو مشكله، خلينا نصعد. 3 2 1. هاي والله صدق ما جاي يفتحن الصناديق. ليش؟ هي ليش ما جاي يفتحن؟ او ماي جاد، يا الله شلون ورطه هاي؟ والله العظيم ما ادري يا عمو، من صدق طلع كلامك صحيح، ما فتحن ما فتحن. اي مو قلت لك اني لازم اول مره انت تشتري لك التي ان تي مال اللافا او التي ان تي مال الماي. اي طيب خلاص، بيش سعرهن؟ والله سعر استاك حبات استاك بلوكات تي ان تي ب10 حبات دايموند. يعني انت اذا تريد تصعد لهذا المكان لازم تسوي لك همين الدرج، هاي قانون الدرج او هاي قانون الصناديق. هذا يفتحن عليك، حتى يفتحن الصناديق لازم انت تسوي درج اول مره. اوكي شنو الدرج يعني؟ شلون يعني؟ 3 بلوكات، 3 ب20 بلوك تقريبا، 3 ب40، ما ادري يعني درج مثل كذا مو، ولازم اصعد اللي فوق لين ما اوصل لهناك، مو هيك الوضع؟ اي تبدي من هنا بالضبط بالضبط. اوكي خلاص ماكو مشكله. طيب انا هسه شلون ورطه هاي؟ طيب اول مره شنو لازم اسوي؟ اول مره لازم انت تختار يا تريد الصناديق مال الدايموند او الصناديق مال الذهب، يعني انت شنو تختار، لان كل صناديق اغلى من الثانيه. يعني كل البلوكات اللي انت راح تشترين اغلى من الثانيه. يعني بكل اختصار هذول التي ان تيات مال الماي ب20 حبه دايموند ستاك، واللافا والتي ان تي مال اللافا 10 حبات دايموند ستاك. يعني فهمت السالفه شلون؟ اوه افتهمت عليك، يعني اني هسه لازم اجيب لك تقريبا 40 حبه حتى تعطيني اربع ستاكات، مو هيك؟ اي 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 40 حبه كلش تمام، حتى اني اقدر انطيك شنو؟ اقدر انطيك هاي اللافا، لان اللافا اللي راح تقدر توديك الى الصناديق مال الذهب، لان اللافا ما راح تقدر توديك الى الصناديق الذهب، اذا اقصد اللافا ما راح تقدر توديك الى الصناديق مال الدايموند، اذا رحت باللافا الى صناديق الدايموند ما راح يفتحن عندك الصناديق، بس لازم تاخذ اللافا بس للذهب، فهمت السالفه شلون يعني هسه؟ اوكي؟ خلاص خلاص فهمت عليك، يعني لازم احنا يا شباب بنات بكل اختصار ناخذ لنا تي ان تيات مال اللافا ونشترين حتى نقدر نصعد بس ذولا الصناديق مال الذهب، لان يعني اذا نروح الى الصناديق مال الدايموند ما راح يفتحن عندنا، لان هذا هو القانون عنده مال الصناديق، بس والله العظيم ما ادري احنا شنو راح نلاقي بالضبط جوا الصناديق هذولا. ما ادري الصراحه، والله ما جاي اعرف شنو راح نلاقي بالضبط. طيب هسه خلي نروح لذاك الشخص اللي احنا سوينا له الحلبه، راح نروح ناخذ من عنده فلوس. يلا ماكو مشكله، راح نروح من هذا الاتجاه، واعتقد يعيش بقلعه ذهبيه، ما ادري هيك شيء. ايه قلعه ذهبيه، او ما اعرف الصراحه وين القلعه الذهبيه بالضبط. اي هذا شخص لقيناه، حلو حلو حلو، فشي رهيب. يلا هسه خلي نروح لاول مره. هاي السلام عليكم استاذ. اهلا وسهلا خالي، او انت البناء؟ اهلا وسهلا، يلا يلا جهزت لك فلوسك. طيب قد جهزت لي 40 حبه دايموند خالي.
اوكي ماكو مشكلة، عطني اياهن. يلا يلا ماكو مشكلة، يلا يلا ادخل لهذه الغرفة مالت الذهب، وراح تلاقي صندوق فتحة، واخذ شنو، اخذ 40 حبة دايموند مالتك، والله يعطيك العافية من فوق. يلا ماكو مشكلة، شكرا لك عمو. يلا ماكو مشكلة، هسه خلينا ندخل اول مرة لهذا المكان الجميل. اوكي حلو، 40 حبة دايموند حصلناهن الحمد لله. يلا مع السلامة خالي، مع السلامة. الله وياك خالي، الله وياك، يلا باي باي. يلا ماكو مشكلة شباب، احنا هسه بما نحصل شنو، بما ان حصلنا الدايموند بما فيه الكفايه، هسه خلينا نرجع لذاك الشخص اللي شنو، بس والله حتى نسيت المكان مال من هذا، من هذا الاتجاه. يلا ماكو مشكله، احنا هسه خلينا نروح لاول مره وراح ندفع له 40 حبه دايموند، وبالتالي نحصل لنا ايش قد، نحصل لنا 4 استاكات بلوكات تي ان تي مال لافا، بالتالي حتى نقدر نصعد لذاك الصناديق مال الذهب. اوكي يلا ماكو مشكله، قربنا نوصل، ما باقي شيء اعتقد بهذا الاتجاه، وقربنا هاي الحلبه اللي احنا صممناها اللي قدرنا من خلالها احنا نحصل 40 حبة دايموند، فتشي كلش اسطوري، فتشي من اروع ما يكون هذا ال 40 حبة دايموند. يلا ماكو مشكلة، قربنا نوصل، ما باقي شيء، ما باقي شيء، بس والله العظيم ما ادري من وين، من وين ذاك الشخص موجود، منك منك، والله الظاهر ما موجود هذا الشخص. هاي هاي شباب، وين هذا الشخص؟ اي هذا 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 موجود هنا كلش تمام. طيب وصلنا، وصلنا الحمد لله والشكر على كل حال. يلا ليتس جو ليتس جو. هاي سلام عليكم استاذ، يلا جبت لك 40 حبه دايموند. اه حلو، عشت ايدك، يلا عطني اياهم بالصندوق، خلي اياهم بالصندوق. يلا ماكو مشكله، هذول 40 حبه دايموند. اوكي يلا تفضل، اخذ لك هسه شنو 10 استاكات دير اقصد لافا تي ان تي. اوكي يلا ماكو مشكله، هذول 10 استاكات لافا مال تي ان تي. او ماي جاد والله بدي رهيب. اي بس خالي لازم اول مره تفلش لك هذا الديار. أمو أنا ما أقدر أفلش، ما عندي دايموند، ما عندي شافل هسه. شي لي علاقة بيك، يلا روح جيب لك شافل وروح سوي اللي قلت لك عليه. يا الله هسه شورطني أني وصعدت لي بهذا الدير تايات، يعني هسه احنا يبينا احنا نفلشنا ذولا. يلا ماكو مشكلة، اكو هنا عندنا صندوق موجود هنا، خلي يا صندوق يا ليت يكون عندنا صندوق موجود، عندنا تجر هنا صغيرونه، فاحنا هسه خلي نروح نجيب كل الشغلات اللي موجودة بهاي التجرة. يلا ماكو مشكلة، وصلنا كلش تمام، جمعنا فد 3 حبات 4 حبات حتى سوينا الشفل. يلا ماكو مشكلة الحمد لله والشكر على كل حال، نسوينا تقريبا 4 5 شو اسمه ذاك، بس قولوا وياي 4 5 خشبايات نجمعهن على السريع، سوينا كرافتنج تيبل ونسوينا شفل. اوكي يلا ماكو مشكله كلش تمام، هاي الكميه 5 حبات. طيب شو شكو موجود داخل هذه؟ والله ما ادري، شوف مفتحة هذه كل شيء ما موجود. طيب فوق فوق جوا تحت يمين يسار شمال جنوب كل شيء ماكو. طيب احنا نحتاج لنا هسه شنو شباب؟ نحتاج لنا صوفيات، حل علينا الليل، حل علينا الليل يا شباب. يلا ماكو مشكله، خلينا نلبس لنا الدروع مالتني، لان اكو احتمال راح يجونا وحوش. ايه يلا سريع، خلينا نجي من هنا نسوي لنا شنو، نفلش لنا 3 حبات صوفيات. اوكي راح نفلش حبه من هنا وحبه من هنا، بلا ما نخرب هذا الدرج، حرام ما تخربه والله العظيم. يلا 3 حبات كلش كافي، هسه نجي هنا بهذا المكان ونروح ننام بهذا المكان، كلش كلش تمام. يلا هسه وصلنا، ما باقي شيء، قربنا نوصل كلش تمام، خلينا ننام بهاي المكتبة، ماكو مشكلة، هاي المكتبة للعموم مالت ولا واحد، يعني ما واحد يمتلكها هاي شو اسمها. اوكي يلا ماكو مشكلة، هسه احنا خلينا نحلل لنا هذول الخشبايات بهاي الطريقة، سوينا كرافتنج تيبل، لو موجود كرافتنج تيبل، اي موجود كرافتنج تيبل، ما حاجة ان احنا نخسر لنا خشبة على الفاضي. اوكي يلا ماكو مشكلة، خلينا هسه الكرافتنج تيبل بهذا المكان وننام، مباشر الصبح نرجع لذاك الشخص الجميل، ماكو مشكلة. اوكي اي صباح الخير، واخيرا اجى الصبح، بما ان صارت الصبح خلاص ناخذ لنا الكرافتنج تيبل هاي ويانا، ماكو مشكله راح تفيدنا بشكل مو طبيعي، بعدين نرجعها ورا ما نخلص من عده استعمال. اوكي كلش تمام، هسه احنا شنو لازم نسوي يا شباب؟ لازم احنا نفلش لنا هذول الديرتايات كلين اللي احنا سويناهن، بس يحتاج لنا نسوينا 3 4 شفلات. اوكي سوينا بعد شفلات زياده، 4 شفلات اعتقد كلش كافي. اوكي 4 حبات شفل يعني. اوكي ماكو مشكله، هسه خلينا نصعد اللي فوق ونفلش لنا هاي الكميه الكبيره مال شنو، مالت الدير تايات. اوكي قربنا نوصل، ما باقي شيء للقمه. اوكي كلش حلو كلش حلو تمام، وصلنا زين 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 زين، وصلنا وصلنا. يلا يلا ماكو مشكله، هسه خلي نكمل نفلش لنا كل هاي الكميه الجميله مالت شنو، مالت البلوكات بهاي الطريقه مثل ما جاي تشوفون، وبالتالي يا شباب بنات ان شاء الله ورا ما نخلص هاي تفليش هاي الكميه مال البلوكات على طول راح ناخذ لنا هذول البلوكات اللي اشتريناهن هسه، او الحبات مالتي انت يعط اللي اشتريناهن، ونبنينا الدرج لهذا المكان، بس يقول 3 يبي له يكون، يعني هذول الشروط شباب، شروط لازم احنا كل الناس تلتزم بين هذول الشروط حرفيا.
اللي ما راح يلتزم بيهن ما راح ينفتح له عند هذا الصناديق، اوكي؟ يلا ماكو مشكله، احنا هسه خلي ان كان انه اخرنا كل هاي الكميه الجميله مالت شنو؟ مالت الديرتايات، او ما حاجه انه احنا سوينا اكثر من شفل، والله حتى شفلين كافي، يلا ماكو مشكله، يلا عادي، هسه خلي اخرنا كل هاي الكميه مال الديرتايات، قربنا نخلصه، اوكي ماكو مشكله الحمد لله وشك، اوكي طارت اول شفل، ماكو مشكله، اول شفل عندنا طارت، طارت حرفيا. يلا ماكو مشكلة عادي، حتى إذا تطير بعد نقدر نسوي، بعد عندنا أكثر من شفل. هسه نكمل نفلشها، وبالتالي احنا هسه كملنا كل شيء كلش تمام، هسه باقي شيء واحد انه احنا نكمل بعد نرجع لنا كل الديرتايات اللي احنا طيرناهن، لازم كلنا نرجع ناخذهن لان اكو احتماليه بعدين انه احنا نحتاج لهن مره ثانيه الديرتايات، او سنجوب ورع سنجوب، يلا ماكو مشكله. هاي عمو استاذ بس سؤال. يلا اسال اسال خالي، شنو تريد شنو تريد؟ عمو من وين ابدي حتى اوصل لهذا المكان؟ ابدي من اي مكان تريده، اوكي؟ يلا ماكو مشكله، راح ابدي من هذا المكان. الله راح يصير عندنا درج اسطوري والله العظيم يا شباب، يلا ماكو مشكله خليني نبني بهاي الطريقه، يلا ماكو مشكله خليني نبني هسه بلوكات بهاي الطريقه ونصعد لين ما نصعد لفوق، اوكي قربنا نوصل ما باقي شيء، يلا كلش تمام، بس والله العظيم انا متحمس حتى افتح لي الصناديق واشوف شنو داخلهن، يلا ماكو مشكله هسه احنا شباب خلي اول مره نبدي هيك وبعدين نكمل، يعني نكمل طبيعي، اوكي هسه كم سوينا من حبه؟ حبه 2 3 4 5 6 اوكي 6 حبات، نوصل ل 10 وبعدين نرجع طبيعي. اوه ماي جاد، كأنه ما راح يكفي عندنا شباب التي ان تي اذا راح نبقى نبني هيك شباب، الله يستر. ما ادري شباب بقينا 3 ستاكات، مستحيل اذا راح نلحق، ما ادري الصراحه شباب نلحق ما نلحق، والله ما اعرف انا الصراحه اذا راح الحق او ما راح الحق شباب، يلا ماكو مشكله، بس هذا اعتقد ما لازم احنا نسويه، والله ما ادري اعتقد يعني بس هيك وكافي يعني، والله ما ادري يا شباب يا بنات، جاي نخسر كميه كلش كبيره مال مال تي ان تي، والله ما ادري هذول البلوكات اعتقد اللي احنا سويناهم كلن زايدات هذول، خليني اسال عمو نقول له زايدات، لا هاي استاذ زايدات هذول البلوكات اللي احنا سويناهم اللي جوا؟ لا غالي زايدات ما حاجه انك تسوين هذول، يا اخي ليش ما قلت لي من البدايه خسرت لي هواي ستاكات بلوكات مال تي ان تي؟ او ماي جاد هسه شلون ورطه هاي؟ يلا ماكو مشكله هسه خلي احنا ما حاجه انه احنا نبقى ننزل ونصعد ننزل ونصعد، يعني بهاي الطريقة كلش كافي حتى احنا نقدر نحصل لنا الصناديق، اوكي؟ يلا ماكو مشكلة، لا هاي البلوكة غلط لازم احنا نوخرها، ماكو مشكلة، نوخرها عادي طبيعي، يلا هسه نبني، قربنا نوصل تقريبا ما باقي شيء والله العظيم شباب، والله العظيم، اوكي خلي نسوي لنا هيك شيء، نروح لنا هواي بلوكات، اوه ماي جاد قربنا نوصل إلى الصناديق مال الذهب بس إن شاء الله يكفن، إن شاء الله يكفن يا شباب، والله ما أدري الصراحة إذا راح يكفن أو لا، ما جاي أعرف حرفيا الله يستر. يلا يلا ماكو مشكلة، واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، أوكي وصلنا، أيه وقربنا نوصل شباب، أوه ماي جاد، والله فتشي رهيب، أوكي كلش تمام، هسه وصلنا وصلنا مو؟ أي والله وصلنا، والله وصلنا شباب، ليتس جو، ليتس جو، يلا فتحنا الصندوق، ليش ما جاي ينفتح؟ أي يبي لك خلت بلوك، يبي لك تخلص هذا الدرج خالي، أي يا ساتر، ماكو مشكلة راح نخلص لنا، باقي لنا 30 بلوكة. اوه ماي جاد شباب ما اعرف الصراحة اذا راح يكفن او لا، هذول ال 30 بلوك الله يستر. اوه ماي جاد شباب هذا الظاهر ما راح يكفن. يا ليل والله العظيم باقينا 12 حبة شباب. 12 حبة. ما نعرف. ما ندري يكفن او ما يكفن. يكفن او ما يكفن شباب. والله العظيم ما ادري. دقيقة أربعة بلوكات. أربعة بلوكات. اوكي ناخذنا هاي. او طاحت هاي وحدة. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. يحتاج لنا بعد ثلاث زيادة، لا أربعة ما أدري، يا ليل يحتاج لنا تقريبا 10 بلوكات تي إن تي درج زيادة، أوه ماي جاد يا شباب، طيب ماكو مشكلة راح نفلش لنا من جوا، أوكي؟ يلا ماكو مشكلة نفلش لنا شوية بلوكات من جوا، بالتالي شنو؟ بالتالي حتى نكمل نلحق وإحنا نصمم لنا كل، نعدل لنا كل شيء يعني، يلا ماكو مشكلة راح نفلش لنا تقريبا 6 حبات 8 حبات، أكو أصلا عندنا إحنا حبة طايحة فراح نجيبها اوكي يلا ماكو مشكلة خلينا نفلش هاي البلوكة الأخيرة اكو عندنا بلوكة طاحت فخلينا ناخذها من ناني 7 حبات
ما ندري تتوقعون يكفن يكفن او لا. طيب اكو عندنا هنا شوي هذا المكان خربان، هذا مثل ما جاي تشوفون هذا عندنا المكان خربان، فعندنا هاي الحبة خربانة، فماكو مشكلة اذا ناخذها ما يأثر. اوكي هسه نفلشين هذول الديرتايات الاسطوريات ونجرب نصعد اللي فوق ونشوف من صدق يعني يعني من صدق اذا نخلص نكمل كل الدرج يصير نص صناديق يفتحن عندنا. والله ما ادري كل شيء متوقع. يلا ماكو مشكلة خلي نصعد ما باقي شيء. اوكي والله فد شيء من اروع ما يكون وصلنا، سوينا درج مال اللافا كلش اسطوري. طيب وحدة اوكي اثنين ثلاثة او ماي جاد شباب ما اعرف الصراحة شلون راح يصير. اوكي وحدة اثنين او بقت لنا حبة يا ليل يا ليل شباب، بس شلون ورطة هسه نسويها حبة ما عليكن. والله هسه اجيبها هسه اجيبها اجيبها والله. او ماي جاد ما يصير احنا. طيب هاي البلوكة اذا فلش هاي الجو اذا تجي لنا. تعالي 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 يا بلوكة. لا طاحت. يلا ماكو مشكلة، خلي ننزل من هذا المكان، لازم ننتبه احنا ما نوقع، اوكي؟ حتى إذا نوقع ما لازم إن احنا نموت، اوكي؟ كلش تمام، هسه، ها عمو هسه أقدر أفتح الصناديق؟ إي كمل الدرج أول مرة وبالتالي تقدر تفتح الصناديق، اوكي؟ خلاص ماكو مشكلة، يلا شباب بنات احنا هسه خلينا نصعد اللي فوق أول مرة، وبالتالي شنو نسوي؟ وبالتالي احنا نكون نقدر شنو نسوي؟ نقدر نفتح لنا الصناديق، اوكي خلصناها، يلا جاهزين يا شباب بنات حتى نفتح الصناديق، يلا ثلاثة اثنين واحد، ماكو مشكلة فتح لنا أول صندوق، أوه ماي جاد شباب، بلوكات مال ذهب، استاك 17 حبة بلوكات ذهب، هذول البلوكات اللي مو محللات. يعني هذول اذا نجمجن بالفرن او نخليهم بالفرن يصير لنا بلوكات ذهب. اوكي الصندوق اللي بعده او ماي جاد شباب او ماي جاد، هذا مو خبز عادي، هذه او ماي جاد هذا ذهب، خبز ذهبي شباب والله رهيب. طيب هالصندوق تفاح ذهبي شباب، شنو هذول الشغلات اللي موجودين هنا؟ والله بتجي من اروع ما يكون. طيب هالصندوق استاك و19 حبة ذهب، استاك و20 حبة بلوك الذهب، ما ادري 19 او ماي استاك او ماي جاد والله رهيب. شوفوا شباب استاكات البلوكات، شوفوا الذهبايات اللي صار عندنا. تتوقعون شباب وبنات هذا اللي بالدايموند اللي موجود هناك اللي من خلاله راح نستخدم شنو؟ التي ان تي مال شو اسمه؟ مالت الماي، تتوقعون شنو داخله؟ والله داخله هواي شغلات خطيرة يا اخي. لا صدق تحكي؟ اي والله العظيم شفت هنا اكو هواي موارد، هناك اكو اكثر. اي طيب عمو ارجوك عطني هذول التي انتيات مالت الماي ارجوك. لا مستحيل انطيك اياهين. ارجوك عمو بليز والله سوي انطيك اي شيء انت تريده. اي شيء انت تطلبه من عندي انا اجيب لك اياه. طيب خلاص حتى اني اقدر انطيك هذول التي انتيات مال الماي اريد هسه كل المتابعين مثل ما جاي تشوفوا بهذا التلفزيون يضغطون على هذا الزر الازرق اللي هو زر اللايك، ويضغطون على هذا الزر الاحمر اللي هو زر الاشتراك، ويضغطون على هذا الزر الرصاصي اللي هو زر تفعيل جرس الاشعارات. حتى اني شنو انطيك؟ حتى اني انطيك هذا التي انتي مال الماي، ومن خلاله تقدر تروح الى الصناديق الدايموند. ايوه بالضبط. اوه طيب ايش قد من لايك تريد؟ اريد هذا المقطع يوصل الى ايش قد؟ الى 20,000 لايك، هذا الزر الازرق اللي هو زر اللايك، 20,000 لايك، اوكي؟ خلاص شباب ارجوكم ضغطوا على زر اللايك حتى يوصل هذا المقطع الى 20,000 لايك، وحتى هذا عمو يعطينا التي انتيات اللي موجودين هناني. خلاص يلا ماكو مشكله، بما ان هسه المتابعين ما ضغطوا لايك انت روح نام مباشر ارجع لي ونشوف اذا المتابعين ضغطوا لايك او لا. اوكي خلاص ماكو مشكله، يلا شباب لايك يلا راح نروح ننام مباشر الصبح، اريدكم كلكم تكونون ضغطوا لايكات. اوكي يلا ماكو مشكله خليني اجيب هذا المكان. او السرير وين؟ ايوه موجود هنا أنا. اوكي راح ننام بالمكتبه كالعاده، يلا تصبحون على تريليون خير، ماكو مشكله الحمد لله والشكر عليك الحال. اوكي اي صباح الخير، واخيرا يجي الصبح، بما ان جاء الصبح يلا هسه خلينا ناخذ لنا شنو؟ نروح نشوف عمو من صدق يعني انتم ضغطوا لايكات او لا. هاي استاذ ضغطوا لايكات او لا؟ والله الصراحه مو كلن ضغطوا لايكات، بس ماكو مشكله راح انطيك البلوكات، اخذ اربع بلوكات. اوكي يا اربع بلوكات، اربع استاكات اقصد. يلا واحدة اثنين ثلاثة اربع استاكات، يلا ماكو مشكلة ابدي من هنا استاذ. ابدي من اي مكان تريد. يلا ماكو مشكلة شباب خلينا نجيبها عدل. اوكي هذا النص كلش تمام، حبة هنا واثنين هنا. يلا ماكو مشكلة شباب هسه كالعادة خلينا نصعد لين هناك نوصل وبعدين نكمل نخلي عليها بلوكات. اوكي ما نجيب العيد هاي المرة على السريع. اوكي ماكو مشكلة قربنا نوصل بهذا التي انتيات مال الماي. اوه ماي جاد والله كلش سريعاني، والله ما حس بالي هيجي. اوكي ماكو مشكلة او دير لازم اذا نوقع والله تورطنا بلعنا، ما لازم احنا نوقع شباب حرفيا ما لازم نوقع. اوكي وصلنا، اوه ماي جاد وصلنا
وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا شباب. حلو 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 والله شباب، والله بالحساب شباب، والله عبالكم احنا محسبين لنا حساب فشي اسطوري. اوكي هسه هذول كلهم خلينا نترسخ، خلينا نفلشين هاي البلوكه مالت تي ان تي الزايده. اوكي تخيلوا شباب اذا يصير انفجار هسه، بالله عليكم تخيلوا. والله يصير اكبر انفجار بالتاريخ. اوكي يلا ماكو مشكله، احنا هسه خلي هذا كله انترسه تي ان تي ايات مال واتر او تي ان تي ايات مال ماي، وبالتالي يا شباب بنات شنو نقدر احنا نفتح لنا هذول الصناديق مال الدايموند. اوكي ونشوف شنو راح يطلع لنا بالضبط. اوكي هاي البلوكه خليني اخرها، ماكو مشكله عادي طبيعي كانه شيء ما صار. اوكي ثواني قربنا نخلص. او ماي جاد شنو هاي البلوكات اللي احنا جايين نسويها بالغلط، يا ساتر يلا شفوكت راح نخلص. او ماي جاد والله كلش متحمس، كلش متحمس حرفيا جدا متحمس حتى. لا 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 يا ساتر لا، متني 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 يا ساتر. يلا همشي احنا رجعنا للحياة ماكو مشكلة. يا الله شلون ورطة هاي. يلا 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 خليني نصعد، خليني نصعد اللي فوق، خليني نصعد اللي فوق يا شباب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نكمل نصعد كله اللي فوق، وبالتالي نكمل نسوينا هذا الدرج مال المي. خلصنا الدرج مال اللافا وقدرنا حصلنا هذول الكمية مال الذهبيات الاسطوريات. ماكو مشكلة، هسه لازم احنا نخلص لنا البلوكات مال المي كلش تمام. او ماي جاد لازم ننتبه احنا ما نوقع. يلا شباب انا خلصنا خلصنا خلصنا، بس نفلش لنا هاي البلوكة. يلا جاهزين حتى نفتح لنا هذول الصناديق مال الدايموند وتشوف شنو داخلين. يلا 3 2 1 اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم جاهزين ليتس جو. او ماي جاد شباب، او ماي جاد استاكوا 44 حبة دايموند والله رهيب. خليني اشبر لنا الديرتايات بعد ما نحتاج لين والشغلات التافهة. او ماي جاد فتشي رهيب. طيب هاي شنو؟ استاك دايموند و44 حبة، صار عندنا 3 استاكات و24 حبة ويا هذول استاك. او ماي جاد شباب ستاك 2 3 4 5 ستاكات بلوكات دايموند حبات دايموند. هاي شنو؟ ستاكوا 44 فرن وستاكوا 44 صندوق. شنو؟ حب دايموند. هاي شنو؟ حب تي ان تي مال دايموند. هاي عم ايش دا يصير؟ ليش حب الدايموند تي ان تي بس؟ يا اخي بس جرب انجره شوف راح يصير، ايش راح يصير بس بعيده علي ارجوك بعيده بعيده. اوكي ماكو مشكله، راح نسويها هنا. هاي شو اسمه جوا هاي الحلب اللي احنا سويناها بالبدايه ونشوف ايش راح يسوي يصير. اوكي يلا ماكو مشكله نجيب النص. اوكي راح نفجرها بهذا المكان. اوكي نجيب لنا هسه الفرايه، يا ساتر نشوف ايش راح يصير شباب يا ساتر. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم افلت افلت افلت، شوف ايش راح يصير يا ساتر يا ساتر يا ساتر. او ماي جاد شباب، او ماي جاد واو، حلبه صارت كلها من الدايموند. واو صرنا اغنياء، شوف الدايموند المحصلين على هسه والله فتشي رهيب. ايه 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 ليتس جو.